هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود. صفاء أبو السعود. النجم أحمد صيام في يوميات صفصف. بعدين معاك، بعدين معاك، بعدين معاك، بعدين معاك. داني ما بقتش سامع، عايز طلباتك وبس، وما يهمكش نخس، وامتى بس هتحس واشوف اي تقدير. احسبها بالدقيقه والثانيه، وقتنا مع صفصف حاجه تانيه، وقتنا مع صفصف حاجه تانيه. احسبها بالدقيقه والثانيه، وقتنا مع صفصف حاجه تانيه، وقتنا مع صفصف حاجه تانيه. بلاش حلوة نهار، ده انتي لفتي الانظار، وكعبي عالي عليكي بجد ومش هزار. انا بنك المعلومات ودماغي تسوى ولفات. طب شخلي جيبك يا حلو، انا ناقصني حاجات. شخلي جيبك يا حلو، انا عندي عزومات. شخلي جيبك يا حلو، انا ناقصني حاجات. محسوبة بالدقيقة والثانية، وقتنا مع صفصف حاجة تانية، حاجة تانية. صفصف. تأليف أحمد الأصلي. إخراج تامر شحاتة. وقتنا مع صفصف حاجة تانية، حاجة تانية. حاتم، حاتم، حتومة. ربنا يستر، ربنا يستر. إيه بس يا حاتم؟ أصلي بصراحة بقى الدخلة دي ما بتريحنيش. دخلة حتومة والدلع ده بتوغوشني، بحس ان وراها حاجة. ابدا 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 والله، يعني دي فسحة. نعم؟ فسحة؟ فسحة. فسحني يا حتومة، فسحني. يا سلام، فسحك فين بقى ان شاء الله؟ وانت عيلة صغيرة. حاتم، من فضلك نقي الفاظك وخلي نقاشنا يكون هادئ وموضوعي. موضوعك ده ايه؟ اللي موضوعك؟ هو احنا بنتناقش في الفلزات ولا في الفلزات كده؟ ويا ترى بقى حضرتك عايزه تتفسحي فين يا ست صفصف؟ ايه رايك، اوديك الملاهي ولا اقولك اوديك جنينه الحيوانات؟ لا بلاش جنينه الحيوانات، هنتحجز هناك. طب ايه رايك في نزهه نيليه؟ هتبقى واقعه نيليه خالص. يعني عاوزانا نروح نقف مثلا فوق كوبري قصر النيل مثلا؟ لا، نركب الاتوبيس النهري. صبرني يا رب. هو يوم باين من اوله اهو، ادي العربيه عطلت. واحنا عاوزين العربيه في ايه يا حاتم؟ يا سلام، امال هنروح الاتوبيس النهري ازاي يا هانم؟ هنركب باراشوت ولا نطلع فوق السطوح ونتحدف على النيل من هناك؟ صحيح، معلش فاتتني دي. طب والحل دلوقتي؟ نطلع. ايه؟ نطلع. إيه يعني نطلع على اول الشارع؟ لا، نطلع بيتنا. يا صفصف افهميني، اخصى عليك. دي علامة يا صفصف، ربنا بعتها لنا علامة اننا نرجع بيتنا وما نخرجش النهاردة. لا بقى، هنخرج يعني هنخرج. يلا بينا على الاتوبيس. مفيش ولا تاكسي فاضي، والنهاردة زحمة ليه كده؟ ما تقلقش، بس ما تقلقش،
الاتوبيس النهري هيكون فاضي. طب ايه رايك ناخد اتوبيس نروح بيه للاتوبيس النهري؟ يا سلام. اتوبيس وانا ناقص لخبطه. اتوبيس ايه اللي عاوزات الكبيد؟ انا اخر مره ركبت فيها اتوبيس هانم كان من 20 سنة، وكان زحمه وبطيء واتوبيس مهكع، ده غير النشالين بقى اللي كانوا بيقلبوا الناس في الاتوبيسات. ولو ان ده ضد مبادئي كهانم، لكن معلش يا حتو نستحمل شويه. يلا بينا بقى نشوف اي اتوبيس يوصلنا. حاضر، امري لله. لله يا محسنين لله. ايه ده؟ الله، ايه الحلاوة دي؟ هي الستات الحلوة دي بيجيبوها ازاي وبتاكل ايه؟ تبارك الله في مخالك. اتفضلي يا ست الامارات. ايه ده؟ اتفضل ايه؟ حضرتك بتقولي لله وبتدي للناس اللي مستنيين الاتوبيس فلوس، صح؟ فلوس؟ ان شاء الله تتمتعي. هي الحدايه من امتى ولا مؤاخذه كانت بترمي كتاكيل؟ دي شهاده، خد يا ست الكل بص فيها والنبي. شهاده؟ شهاده ايه يا ست انت؟ دي شهاده تخرج؟ ودي شكل واحده برضو ولا مؤاخذه معاها شهاده؟ يا ست هانم دي شهاده طبيه من المستشفى بتقول اني محتاجه عمليه، وانا كمان بسعى يا ست هانم على 9 عيال يتامى وابوهم وامهم. يا ستي بتسعي عليهم ليه؟ ويبقوا يتامى ازاي ما دام امهم وابوهم معاهم؟ خلاص يا صفصف خلاص، ما انت شايف اللي بتقوله؟ ما تتعبيش دماغك معاها، دي هتقعد تصدعنا مش هتخلصي منها. خدي يا ستي جنيه اهو واتكلي على الله. يلا. نعم، خدي جنيه واتكلي على الله. ليه؟ هو انا بشحط من حضرتك؟ وبعدين ايه امشي، دي شكلك كده ما سمعتش عني. انا بقى عرفك، انا ام زعبوله، ام زعبوله على السن ورم، اشهر متسوله في القاهره، وضوحيها مع مراعاه فروق التوقيت. يوم واحد يجي فند زي حضرتك كده يديني جنيه؟ لا مش عايزه، خليهولك يا عسل. خلاص يا اللي مش عسل يا ام طحينه، انت ولا تزعلي نفسك، خلاص انا خليتهولي. استنى بس، استنى حاجه، امال حضرتك عاوزه كام يا مدام ام زعبل؟ انا مش هقول لك يا قمر، انت يا قشطه من هبل. مش هقول لك زي ما كان الابصاري ده اللي بيقولوا عليه بتاع البنوك واللي متنطور ولا مؤاخذه في السوبر ماركو. اقول لك من فئه الورقه النقديه 50. بس انا بقى باخد 5 جنيه ومضاعفاتها. ضعفتها؟ طيب اقول لك على حاجه يا ست، انت غوري من قدامي، غوري من قدامي دلوقتي بدل ما اديكي في وشك. يلا امشي من قدامي. ولا استغلال المحلات، ركزوا معايا يا بهوات، ركزوا معايا، اسعارنا في متناول المواطن المتوسط. اقلام كراسات بريات، العلم نور. يا صباح النور على البنور. قلم يا هانم تكتبي بيه مذكراتك. الله، فكرة كويسة قوي اني اكتب مذكراتي ويومياتي، بس الحقيقة انا هكتب مذكراتي في التابلت. التابلت ده بيسرح معانا. يا ست هانم القلم ده قلم هولاكو اللي كتب به مذكراته. هولاكو كتب مذكراته بالقلم ده؟ الله اعلم، انا معرفش ان كان في ايام هولاكو قلم جاف. اهلا يا باشا، محسوبك جابر. انا جابر يا سعاده الباشا. اهلا وسهلا. وبمنتهى الثقه اقدر اقول لحضرتك ان القلم ده كتب به زعماء من كل دول العالم. القلم ده حاصل على المركز الاول عالميا في الكتابه. تشتري قلم يا بيه تكتب بيه كتابك. يا ريت يا ريت يا ريت. ايه يا حاج؟ سوري يا ريت. ايه؟ ما خدش بالي انك موجوده. بقول لك ايه، يا ريت حضرتك تبعد عننا يا سي جابر انت، وتسيبنا في حالنا بقى بدل ما تجيب لنا المشاكل. الله يخليك، انا اصلا لا بعرف اقرا ولا بعرف اكتب، صح؟ حلوه بيه، حلوه. انا فاهمك. يا سلام. اسمع النكته دي، تعال صاحبني يا جدع انت. قول لي الله، يلا توكل على الله، مش عاوزين منك حاجه، اتفضل. يلا 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 يا حاتم، الاتوبيس جه هناك اهو، يلا نهرب من مدام ام زعبوله دي ومسيو جابر بالبياع.
اخويا في الاتوبيس التاني على فكره. ايه ده يا حادي؟ احنا بيننا غلطنا وركبنا اتوبيس سياحي. لا يا ستي، ده اتوبيس نقل عام. والله بس والله بس الظاهر ان احنا بدنا كتير قوي. بسم الله ما شاء الله، الاتوبيسات نظيفه وجديده وفاضيه. لا وايه، الاتوبيسات مكيفه. الله، ايه ده ايه ده ايه ده، ده كمان الاتوبيس فيه واي فاي. واي فاي؟ يطلع ايه الواي فاي ده؟ كمساري؟ لا يا حتومه، ده علشان الدخول على الانترنت. انترنت. حاتم. نعم. لو انا عاوزه اقيم الرحله دي فهقول كل حاجه مثاليه جوه الاتوبيس. والله سرعه سرعه صوت. نظافه طبعا. هدوء، وكمان مفيش ام زعبله وجابر البياع. بس احنا بقالنا كتير ماشيين رغم ان الشوارع فاضيه. هو النيل راح مشوار كده ولا كده؟ يا خبر. ايه الحق يا صفصف؟ ايه احنا راكبين اتوبيس غلط، مش رايح ناحيه النيل اصلا. يبقى عملتها يا استاذ، عملتها مؤامره منك علشان تضيع عليا النزهه النيليه. يا اسطى يا اسطى، لو سمحت اطلع بينا على الاسم. اسم عشان نزهه نيليه؟ يا دلوقع النيليه. كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء أبو الصعود. أنا صفصف في الدلوعة بالزيادة، جمال ورق هرمون السعادة. خد عيوني بس بس بالهدوة، وما تعملش فيها الكبير. عاملة في البيت إزعاج زي الزحمة في الشارع، اللي جاله ارتجاج يعني ما بقتش سامع. عايز طلباتك وبس، وما يهمكش نخس، وامتى بس هتحس واشوف اي تقدير. احسبها بالدقيقه والثانيه، وقتنا مع صفصف حاجه تانيه، وقتنا مع صفصف حاجه تانيه. محسوبه بالدقيقه والثانيه، وقتنا مع صفصف حاجه تانيه، وقتنا مع صفصف حاجه تانيه. يومي صفصف، بطولة حلمي فوضى، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. يوميات صفصف، موسيقى والحان سيد الشاعر، توزيع شريف حمدان، هندسة صوتية محمد شعبان. يوميات صفصف، تأليف احمد القصبي، اخراج تامر شحاتة. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.